يلا شباب نزل رابط الحضور. المهم راح نستأنف المحاضرة، نزلنا رابط الحضور. المكامن النفطية يمكن أن تصنف قلنا إلى نوعين، هي أويل ريزرفار وغاز ريزرفار، يعني مكامن غازية ومكامن نفطية. زين، فالمكامن النفطية هي المكامن اللي درجة حرارتها أقل من كريتيكال تمبرتشر. المكامن الغازية هي المكامن أقل من كريتيكال تمبرتشر تي سي اوف ذا ريزرفر فلويد. زين، والمكامن الغازية اف ذا ريزرفر تمبرتشر جريتر ذان، يعني أعلى من الكريتيكال تمبرتشر، يعني أعلى من الكريتيكال تمبرتشر يعني معناه الهيدروكربون فلويد. زين، وأقل من كريتيكال تمبرتشر. هذا التصنيف، هذا يعتمد التصنيف على اليمن على التو، على نوع السائل تو تايب. التصنيف الثاني وهو المشهور ديبندنت اون انيشال بريشر البي اي، يعني يعتمد على الضغط البدائي للمكمن. زين، هذا يصنف الى ثلاث انواع: اندر ساتوريتد اويل ريزرفر وساتوريتد اويل ريزرفر وغاز كوب ريزرفر. شلون، على اي اساس احنا صنفنا المكامن النفطيه الى اندر ساتوريتد او ساتوريتد او غاز كوب؟ الاندر ساتوريتد يعني المكامن النفطيه اللي هي ضغطها الانيشال بريشر اللي عند النقطه واحد بالرسم اعلى من البابل بوينت، قلنا اعلى من البابل بوينت لان البابل بوينت تحت البابل بوينت يتحرر غاز، فدائما اعلى من البابل بوينت، هاي المنطقه اللي اعلى من البابل بوينت اللي بيها بس نفط ما بيها غاز نسميها الاندر ساتوريتد اويل ريزرفر، المكامن اللي تحت التشبع. زين، سميها اندر ساتوريتد اويل ريزرفر. بعد ما حد يسالني يقول لي شنو الاندر ساتوريتد اويل ريزرفر، هي المنطقه اللي يكون ضغطها اعلى من البابل بوينت بريشر. البابل بوينت بريشر نرمز له بالبي بي، هذا الرمز مهم جدا. زين، المنطقه الثانيه او المكمن الثاني هذا اللي نلقى وياه غاز نسميه ساتوريتد اويل ريزرفر، ساتوريتد اويل ريزرفر. هذا شو يكون؟ يكون الانيشال ريزرفر مالت البدايه ايكوال تو بابل بوينت بريشر، يساوي البابل بوينت بريشر. زين، وهي مهمه البابل بوينت بريشر، يعني اذا الضغط ماله طبعا احنا شلون نعرف هذا المكمن بي بابل بوينت؟ طبعا ناخذ سامبل ونحلله بالمختبر ونعرف شنو درجه الحراره اللي يتحرر بها الغاز. من يتحرر اول فقره، اول قطره غاز تتحرر عند ضغط معين، نقول انه هذا الضغط نسميه هو البابل بوينت. فالمكمن اذا الضغط ما اعلى من البابل بوينت معناه هو نسميه اندر ساتوريتد اويل ريزرفر، واذا عند البابل بوينت نسميه ساتوريتد اويل ريزرفر، اذا اقل من البابل بوينت راح نسميه غاز كوب ريزرفر، يعني موجود مكمن بقبه غازيه. ليش بقبه غازيه؟ لان هو الضغط ماله اقل من البابل بوينت وتحرر الغاز، والغاز من يتحرر يصعد للاعلى لان كثافته اقل من كثافه النفط، وبالتالي يكون قبه غازيه في اعلى المنطقه النفطيه. اوكي، فاحنا المعيار مالنا هو البابل بوينت بريشر، على ضوء هذا يمكن تصنيفه استنادا الى الانيشال ريزرفر. اما استنادا الى نوع السائل فنصنفه الى اويل ريزرفر وغاز ريزرفر. اما تصنيفه اعتمادا على الانيشال ريزرفر بريشر فنسميه اندر ساتوريتد اويل ريزرفر وساتوريتد اويل ريزرفر وغاز كوب ريزرفر. زين، طبعا انواع السوائل عندي، احنا قلنا غاز وسائل ونفط. طبعا النفط مو نوع واحد، عده انواع. زين، وكذلك الغاز مو نوع واحد، عده انواع. فالنفط تصنيف النفوط كرود اويل بصوره عامه يصنف انتو فولونج تايبز كلاسيفاي كومنلي classify into the following types: ordinary black oil، يعني نسميه ordinary black oil، هذا ضغط ثقيل كلش. low shrinkage crude oil، يعني قليل. high shrinkage volatile oil نسميه اما high shrinkage او volatile oil، والمشتهر هو volatile oil. near critical crude oil، هذا كل واحد له مخطط، مثل ذاك التايب تايبكال، هذاك تايبكال، يعني هذا بشكل عام. هنا راح يصنف النفط اذا كان بلاك اويل شنو نوعيته النفط، واذا كان
لو شرنك كرود اويل شنو نوعيته؟ والفولتايل اويل كرود اويل وهكذا. ناخذ الاول هو البلاك اويل. البلاك اويل تقريبا يشبه التيبيكال بي تي دايجرام، نفس الشيء ايضا نفس المخطط للكويت. وهاي البوبل بوينت من يهبط تحت التو فيز والديو بوينت وهكذا. زين، خواصه هذا شنو خواصه؟ دائما الغاز اويل ريشيو يكون بين ال 2000 200 الى 700 ستاندرد كيو فوت على الاس تي بي. هذا بعدين راح نتطرق للغاز اويل ريشيو، نسبه الغاز الى النفط يقيسونها داخل المختبر، ايش قد نسبه الغاز الذائب بالنفط، هو من 200 الى 700 ستاندرد كيو فوت الى الاس تي بي. الاي بي ماله يختلف، الاي بي جرافيتي يعني الكثافه مالته من 15 الى 40 اي بي اي. كل زين. ستوك تانك اويل جولي يعني اللون ماله يكون براون اند دارك جرين ان كولر، نوع دائما يكون اسود مائل الى الخضار. زين زين. النوع الثاني اللي هو لو شرانكج الاويل، هذا تايبكال بريشر تمبريتشر فيز دايجرام فور لو شرانكج. هنا راح نشوف الرسم ماله. زين، فخواصه شنو هذا؟ الاويل فورميشن اقل من 1.2 اويل فورميشن فوليوم فاكتور. زين، الغاز اويل ريشيو يكون 200 ستاند كيو الاس تي بي. الاويل جرافيتي مالته اقل من 35 درجه اي بي اي. اللون ماله بلاك اند ديبلي كلر، يعني شويه اسود زايد. الرسم ماله هذا الرسم، شوفه نفس السائل بس انه شوف شلون يبتعد النقطة، المنطقة التو فيز كلش كبيرة هنا، منطقة التو فيز يعني منطقة الليكويد كلش صغيرة. زين، ومنطقة التو فيز كلش كبيرة. هنا اكو نقطة مهمة، الجي، هاي الجي هاي يسمونها سبريتر كونديشن، يعني العازلة السطحية. احنا مو نطلع النفط منين؟ من البير، هذا 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 البير، هذا البير هنا، البير النفطي حفرناه طلعنا من عنده نفط. اكو خط يمشي وين؟ يوصل للمحطه. المحطه يسمونها محطات العزل، هاي عباره عن عازلات. زين، اللي شايفه هناك عباره عن فيزلات، هاي الفيزلات منصوبه تعزل الغاز، والغاز يروح يحترق عندنا، هاي اللي تشوفون الشعل المحترقه، والنفط يطلع يروح وين؟ للانتاج. هاي العازلات عند العازله راح ايش يلقون؟ يلقون تقريبا هذا النوع من السائل تقريبا 85% سائل، والباقي 15% غاز اللي هو يحترق. هذا نحترقه او يروح للاستثمار، نستثمر. احنا بالعراق قاعد نحرقه لانه ما عندنا استثمار للغاز، لان استثمار الغاز يعني له حديث مطول ان شاء الله نشرحه لكم غير وقت. فهنا عند السبريتر كونديشن هاي الخواص مالت النفط، يعني تقريبا يعطينا 85% سائل. زين، يعطينا 85، ومنطقة التو فيز كلش منطقة عالية. الفولتايل كرود اويل هاي المنطقة، هاي خواصها شوفه، النفط ماله كلش قليل بي. زين، هنا انا الاويل فورميشن اعلى من 2، الغاز اويل ريشيو شوف يزداد 2000 الى 3200، الاي بي اي شوف هنا لان غاز بي عالي فالاي بي اي ما يرتفع من 45 الى 55. طبعا هذا افضل انواع النفط، وهذا السعر ماله يكون غالي لانه خفيف. اوكي، النوع الثاني نيار كريتيكال كرود اويل، هذا النوع الرابع العفو، هو القريب من كريتيكال اويل. هذا هو الرسم ماله، شوف الاي هاي النقطه تكون قريبه من كريتيكال بوينت، دائما قريبه من الكريتيكال بوينت. هذا هو الكود ماله يكون قريبه، وهذا هو الرسم ماله. خاب الامتحان انا اجيب لك الرسم، اعطيك الرسم، جبت العام للطلاب انطيتهم الرسم، هذا الرسم مثلا اعطيتهم هذا الرسم وقلت لهم هذا شنو نوعه السائل، يقولوا لي نوعه هو لو شرينك اويل. زين، وهكذا. زين، النوع الثاني يعني دكتور بس سؤال، يعني اعطيك بس النوع انت ما اعطيك شرايح تعداد كذا يعني بعد انا نوع حسب طبيعه السؤال، اي حسب طبيعه السؤال، يعني جوز اقول لك بين لي خواص هذا النوع من النفط، او اقول لك اعطيك الرسم واقول لك شنو هذا النوع من النفط، او اقول لك هذا النوع رسمه الي، رسم الي البرشر تمبرشر دايجرام. بس دائما انا اكد على اعطي الرسم، وهذا الرسم شنو نوع السائل.
تمام زين. راح نجي من الى منطقه الغاز، الغاز ريزرفر. ايضا الغاز يصنف الى اربعه انواع، هو الريتريت غاز كونديشن، نير كريتيكال غاز كونديشن، والويت غاز، والدري غاز. اوكي، هاي اربع انواع من السوائل، طبعا من الغازات. ايضا كل غاز، هذا النوع الاول هو الريتروجريد، هذا النوع الريتروجريد غاز كونديشنز. زين، هذا شرح يعني لا تقدون عليه. زين، اقدوا لي على الرسم، هذا النوع ماله الريتروجريد غاز، هذا هو الرسم ماله. زين، خواصه، هاي اهم شيء الغاز اويل ريشيو من 8000 الى 70000، والاي بي اي ماله 50 اي بي اي. زين، هو غاز، غاز بس غاز جدا خفيف، يعني بي سائل. لو نجي للكونديشن، هنا انا منطيني الكونديشن سبريتر، لا ما منطيني اياها. المهم، النوع الثاني هو النير كريتيكال غاز كوندنسيت، او يسمونه كوندنسيت، هذا هو الرسم ماله. زين، شوف هاي منطقه تو فيز، هذا كريتيكال بوينت، هذا هو الرسم ماله. الويت غاز، هذا الخواص مالته اللي 60000 الى 100000. شوف الويت غاز يعني بي نفط، شوف الغاز ماله غاز اويل ريشيو كلش عالي، 60000 الى، يعني موجود بي نفط كلش قليل. هنا انا الاي بي اي مالته 60، فوق ال 60. زين، هنا لا تاكدوا لي على باقي الصفات، اهم شيء الغاز اويل ريشيو والاي بي اي مالته. زين، الغاز اويل ريشيو والاي بي اي مالته ركزوا لي عليها. زين، اوكي زين. فهنا هنا الدري غاز، هذا الويت غاز، شوف الويت غاز يعني هو في منطقه الغاز، بس من ينهبط الضغط، من ينهبط الضغط راح يتحول جزء منه بالعازلات، يعطيني تقريبا 5% شنو سائل. هو غاز يسمونه ويت غاز، هو بالمكمن غاز، بالمكمن غاز ويت غاز، لكن بالسبريتر من يهبط الضغط بالسبريتر بالعازل فوق بالسطح نلقى بالعازل نفط موجود، معناها موجود بنسبه من النفط احنا نسميه ويت غاز. شوف هذا هو بالاصل كان اي في نقطه اي، يعني كله غاز بالمكمن، من بدا يهبط الضغط، من يطلع للسطح، من يوصل للسبريتر للعازلات، فيعطيني هاي عند هاي النقطه يعطيني 5% ليكويد. بينما الدري غاز، الدري غاز طبعا الغاز اويل ريشيو اكبر من 100000 اس تي بي على اس سي اف على اس تي بي، وهنا الرسم ماله مهما ما يهبط الضغط يبقى في منطقه الغاز، يعني ما يعطيني نفط، هذا الرسم ماله دائما يهبط الضغط، ما يعطيني من نقطه اي الى نقطه بي، ما ينحرف. شوف حتى بالسبريتر، هاي رغم بالسبريتر بس هو اعلى من شو اسمه، اقل من الديو بوينت برشر، واعلى من الديو بوينت برشر. زين، هنا موجود هاي بالسبريتر، يعني من هبط بالسطح، من يهبط يوصل للسبريتر، لكن يبقى في منطقة شنو؟ منطقة الغاز، لأنه ما بيه نفط. بين الويت غاز لا، نشوفه في مرحلة معينة بالعازلات يعطيني تقريبا 5% ليكويد. أوكي شباب، منو عنده سؤال؟ اكو سؤال شباب؟ يلا، هاي الدري غاز والويت غاز. و ثانك يو فور اتنشن فور ذا ليكتشرز. انذر كويشن شباب، اكو سؤال؟ لا شباب، سؤال. ملخص الكلام، هذا اليوم المحاضرة هي تطرقنا إلى الخواص أو صفات الفلويد بروبرتيز، بتروليوم وفلويد بروبرتيز، خواص النفط، وقلنا